بونو الجمال، مرحبا بكم في هذا الفيديو. مالي ريزيون هي ما ترافقنا. مالي ريزيون هي عرض تزا كبيرة الحجم من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك مدربة للسباحة في انستغرام وتيك توك ومثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ليست جميلة وترعب في الولايات المتحدة، ومن الأمر 24 سنة حاليا في منطقة كنساس سيتي بولاية ميزوري. جميلة متخصصة في الدراسات البيئية، تتابع مجال الحفاظ على الطبيعة. حياتها المهنية كعرض أزياء شاركة الحسنة الأمريكية في أسبوع الموضة في كنساس سيتي، خطفت الأضواء هناك. وظهورها في وسائل التواصل الاجتماعي أعطى لها نفسا جديدا في مجال الموضة والأزياء. كتبت الجميلة من 58,800 متابع على انستغرام و 144,000 مشترك في تيك توك. تعمل مدرسة للإنقاذ ومدربة للسباحة، تعمل في الألعاب المائية، كما أنها تمارس الرياضة بانتظام. جميلة ظهرت في غلفة بعض المجلات المتخصصة في الموضة. القيمة الصافية التي رولت مارلي في عام 2022 هي 100,000 و500,000 دولار أمريكي. طول قامة الجميلة 180 سنتيمتر، قد صدرها 112 سنتيمتر، قد الحاضر 85 سنتيمتر، أما مقاس الورق 125 سنتيمتر. شعرها بني ولون العين بني كذلك. الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم، وشكرا.